ولتعليقه على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الكاتب والمحلل السياسي سيد ماجد عزام. أهلا بكم سيد ماجد. بداية، اتهمت وزارة الداخلية في غزة قياديا في جهاز الاستخبارات برام الله بالضلوع في استهداف رئيس الوزراء الحمد الله. هل برأيك تخطيط استهداف الحمد الله ينتهي عند العميد أحمد صوافطة أم يتعدى؟ أولا مساء الخير لحضرتك الأستاذ المشاهدين. أعتقد أنه البيان يعني يحتوي تفاصيل أمنية كثيرة، ولكن الأهم أنه البيان يقول أنه من الناحية السياسية أنه من وقف وراء الاستهداف هو ماجد فرج، وماجد فرج هو مدير المخابرات وعضو مهم في فريق الرئيس محمود عباس، والاتهام السياسي هو للرئيس محمود عباس وفريقه كله. وللأسف يعني بعيدا عن التفاصيل والحجاج والبراهين، هذا البيان يؤكد انه لا امل في المصالحه، وانه للاسف الانقسام يتعمق او يتاكد او يتكرس على الارض، وانه واضح انه المصالحه للاسف تبتعد اكثر فاكثر. يعني بحسب وزاره الداخليه غزه كان من المقرر تنفيذ عمليه اخرى، منها تستهدف وفود تزور القطاع، منها الوفد المصري. ما المقصود من استهداف الوفد المصري تحديدا؟ يعني هذه المعلومات الحقيقة ملفتة جدا للانتباه. يعني البيان أيضا تحدث أنه ماجد فرج والمخابرات قاموا بتشكيل خلايا سلفية وهمية وتكفيرية وهمية للعبث بالأمن في غزة وفي سيناء أيضا، وأنهم كانوا بصدد استهداف الوفد المصري. أعتقد أن هذه محاولة للوقيعة أو لخلق أو دق سفين كبير بين السلطة ومصر. وأنا استغرب لأنه طوال سنوات كان الإعلام التابع لحماس أو المقرب من حماس أو المتعاطفين مع حماس يتحدث أنه دحلان من يقوم بهذا الأمر. يعني إذا رجعت حتى ما عندي شك أنه مرة أيضا عندكم في قناتكم الموقرة كان يتم الحديث أنه دحلان هو من يشكل وشكل خلايا سلفية وهمية للعبث في سيناء والعبث في غزة. الآن يتضح أنه لا، ليس دحلان، أو يقال أنه هو ماجد فرج. يعني هذا اتهام ذات طابع سياسي، وهو اتهام خطير، وأعتقد أنه يستحق يعني التوقف عنده والتأمل وحتى التعمق فيه أكثر. يعني أنا يعني فكرة أن يقوم مسؤول فلسطيني بتشكيل خلايا العبث في سيناء ثم يفكر في استهداف الوفد الأمني المصري في غزة، أعتقد أن هذه أمور هناك نقطة أخرى سيد ماجد، يستحق التوقف والاهتمام. هناك نقطة أخرى، المتحدث باسم داخلية غزة يقول بأنه العبوات زرعت قبل 8 أيام من مرور موكب الحمد الله، على الرغم أن سلطة غزة علمت بزيارته قبل 48 ساعة فقط من قدومه. يعني من أين جاء بهذه المعلومات؟ يعني أنا أعتقد أيضا أنه هذه كل ما قيل في البيان هناك تفاصيل أمنية مهمة جدا. يعني مثلا يتم الحديث أنه خلية قادها شاب في عمر 25 سنة بدون خبرات كبيرة، وقدوم 3 أو 4 أشخاص كلهم بدون قدرات كبيرة، هم حاولوا تفجير اللواء أبو نعيم أو مسؤول توفيق أبو نعيم مسؤول الأمن في غزة منذ شهور، منذ تشرين أول أكتوبر، وظلت تسرح وتمرح في غزة لشهور. نحن نتحدث عن خلية مسؤولة أو مسؤولة التنفيذي في عمر 25 سنة وبدون أي خبرات أو قدرات أمنية لافتة. يعني أعتقد أنه البيان يعني يطرح عديد من النقاط، أو أنه يدعو إلى التفكير في عديد من المسائل وعلامات الاستفهام التي طرحها. طيب، يعني هل يمكن ربط محاولة استهداف الوفد المصري مع ما تداوله أو ما تم تداوله وقتها باحتمال اجتياح غزة؟ يعني أنا أعتقد أنه الأمر لا يتعلق بهذه الطريقة بشكل مباشر، الأمر يتعلق بالمصالحة. البيان أو الفكرة السياسية والرسالة السياسية أن المصالحة فشلت، وفشلت ليس أن أو بيان حماس في أحد أبعاد السياسية يقول أنه المصالحة فشلت، وهي فشلت ليس لأن حماس لا تريد أو أن حماس تتحمل مسؤولية، فشلت لأن السلطة في رام الله كانت لا تريد إنجاحها، حتى أنها فكرت أو وصل بها التفكير بتفجير قادة أمنيين مصريين في غزة. وهذا أمر يعني يبدو مثيرا جدا للدهشة والاستغراب، لكن هذا ما يقوله البيان. الأمر أساسا متعلق بالمصالحة الفلسطينية ومتعلق بتقاذف المسؤوليات والاتهامات حول فشل المصالحة. السيد ماجد عزام الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك.